انا مش شخص بيلبس بدل الا نادرا، فكنت عايز اشتري بدله، فواحد صاحبي قال لي في مكان في مدينه نصر رخيص جدا على قد امكانياتي، فهروح. المهم رحت لهذا المكان، هو شقه في عماره كده. وايه بقى انت ما اللي معاك خده هتنقي، يعني هو في هو نفس البليزر كل الالوان، ومحدش عارفني خالص. خدوا بالكم انا محدش عارفني خالص في المحل، يعني انا ساعات بخش محلات بيبقى اللي هو ده كده، ده محدش بقى حد عمل كده. فدخلت البروفا، قست بدله، قست بلوفر كده وبليزر وبنطلون، بنطلون طالع واسع جدا. فروحت نادي الراجل قلت له معلش البنطلون ده واسع، عايز الاصغر منه، وقفلت الستاره بتاعه البروفا واقف لابس بتاع وواقف والله. وفجاه واحد فتح الباب قال لي انت عين جمل. هو فتح الباب بقى على ايه؟ على المحل. فانا واقف قلت له حبيبي. قال لي انا بحبك جدا. قلت له حاسس ان علاقتنا اتطورت، ان نطينا مراحل بسرعه جدا. وبدا يقول لي طب بالله عليك نتصور. وانا واقف، انا من كتر الاحراج انا مش عارف اعمل ايه. فواقف عامل كده عمال اقول له يعني تمام اما اخرج. فبدات الناس اللي في المحل، ما في عند البروفا، هو عمال يقول لي والنبي، وانا اقول له مش هينفع. يقول لي يا عم عادي. اقول له لا طب استنى اما البس انا بعمل كده. فبدات الناس تيجي تقول لك ايه يا كابتن وفي حد قالع جوه. فالناس بدات تتلم وانا واقف. وبعدين الراجل قال لي يا باشا البنطلون، قلت له متاخره قوي انا خلاص كل شافوا كل حاجه.